هيا، انا نيفين من لوكسيتان، رح احكيكم اليوم عن البرودكتس اللي هن مفضلين عنه. اول شيء بنبلش بالشير باتر هاند كريم. هيدا الهاند كريم معمول من زبدة الشير، بخلي الايدين مرتبين وسوفت طول النهار. هلا رح تقدروا تستخدموه لانه موجود عندكم بالجلام بوكس هالشهر. بعدين نحكي لكم على الكريم ديفاين باي لوكسيتان. هيدا افضل الكريم يلي موجود عنا بالمحل، بخلي البشرة ناعمة واكتر حيوية، اكيد حتشوفوا المفعول. بعدين في عنا الالمن ميلك كونسنتريت، هيدي معمولة من حليب اللوز، بتشد البشرة وفعلا بتخلي ملمسها احلى. بعدين في عنا عطر النيرولي والاوركيدي من لوكسيتان، اذا بتحبوا العطر قريب للورود اكيد حتحبوها، هيدي افضل فريغرنس موجودة عنا. بعدين في عنا الريبيرينج شامبو يلي هو بيعتني بالشعر وفيه أهم 5 زيوت يلي أكيد حيخلي شعركن ناعم ومرتب. هولي بس 5، بس في بعد كليكشنز أكتر على loxitan.com، وما تنسوا تعملون لنا فولو على فيسبوك وإنستغرام.